مرحبا يا جماعة الخير، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا يا رب بألف خير. جولة جديدة وفيديو جديد، راح نكون اليوم معكم من داخل أجمل وأفضل وأرخص مدينة ملاهي في إسطنبول. تعتبر مدينة ألعاب أدا بارك الواقعة في إسطنبول ضمن منتزه بايرون باشا من أكبر المجمعات الترفيهية في إسطنبول، وتعد مدينة ترفيهية متكاملة حيث تحوي ألعاب كهربائية وقاعات البولينج وحديقة حيوانات صغيرة ومناطق مخصصة للمشي وركوب الدراجات والتنزه ومناطق رياضية، كما تحوي على مدرجات ومقاهي ومطاعم وجلسات اصطناعية ودراجات مائية وجسر ومناطق خضراء جميلة. أصدقائي، بنصح الكل يزور حديقة أدا بارك ومدينة الألعاب الموجودة فيها لتقضوا يوم جميل أنتوا وعائلاتكم. الحديقة واقعة ببيرن باشا، رح أحطلكم الموقع بصندوق الوصف. بالنسبة لموضوع أسعار التذاكر، رح تكون كل سعر تذكرة لكل لعبة 15 ليرة، رخيصة نوعا ما بالنسبة لغير مناطق. أصدقائي، بنصحكم تكملوا الفيديو للأخير لتتعرفوا على كل الألعاب الموجودة داخل مدينة الملاهي والأماكن الممكن تزوروها. خلوكم معنا أصدقائي لننتقل لموقع الألعاب اللي موجود فيه عدد كبير من العرب والسوريين بشكل خاص. إن شاء الله الفيديو ينال إعجابكم ويكون استفاد منه عدد كبير، وبالأخير راح أترككم مع الأجواء الموجودة داخل حديقة أدا بارك. انتظروني في فيديو جديد، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بحث.